ابيض اسود، طويل قصير، خيل رفيع. المهم الحب. شحناز، الاكل الدسم ممنوع، السهر ممنوع، الشرب ممنوع، التدخين ممنوع. يعني باختصار الحياة ممنوعة، يعني لازم تموت عشان صحتها تتحسن. هي الحياة عربدة يا استاذ. يا دكتور، ده الاستاذ عادل. عادل ده للأسف الاسم اللي اختاروه لي اهلي، لكن الاسم اللي انا اخترته لنفسي بكل فخر. هلو بلو. انت طالب يا استاذ بلو؟ لا انا مش طالب حاجة، انا صديقي. ليت كل العلاقات الإنسانية تسمو إلى مستوى الصداقة، عندئذ لن يكون هناك مشاكل. فلو أن الزوج أصبح صديقا لزوجته لا وخلص. وإيه اللي خلص؟ قرطاس اللب يا دكتور، قريت في الكلمتين دول عجبوني حفظتهم، وأنا بطبعي أعز اللب أوي. شاهيناز، أنا بحذرك، لو استمريت على الحالة دي ممكن توصلي لمرحلة خطيرة جدا. وحتى لو وصلت في إيه أخاف عليه؟ لا أم ولا أب ولا حاجة أبدا. يا الله. العمر إحساس مش عدد، العمر بالطول مش بالعرض، العمر لحظة نعيشها زي ما احنا عايزين مش زي ما غيرنا يعوز وخلص. قرطاس اللب؟ الفيلم. وقمنا روحنا، أصله كان فيلم بايخ، بس عجبوني الكلمتين دول حفظتهم، وأنا بطبعي أعز الفيلم البايخ. شاهيناز، أنا بحذرك، العلاج في إيدك، وارجو الناس معاني كل خير ان شاء الله. استاذن انا. باي باي. شرفت يا دكتور. باي باي. باي. وحضرتك يا ذوق الباش تمرجي. باش تمرجي ده ايه؟ انا نائب الدكتور، اي خدمه؟ ما هو كنت عايز الدكتور موجود. دقيقتين ويوصل. دقيقتين ويوصل. اه انا كنت عايزك في كلمتين. سر. سر؟ اه تعال يلا بينا. نعم. اسمع بقى يا ذوق. ايه؟ انت باين عليك واد ناور وملحلح. وفي حاجه كمان. ايه بقى؟ مفتاد. تعجبني. حس كده بقى، انا عايز شهاده من الدكتور تثبت ان انا عيان بقالي شهر. ايه المناسبه؟ اصلي زوغت الشهر ده من الشغل. شهاده مرضيه باثر راجعي. تمام كده يا ذوق. اه واذا انا رفضت؟ انا جايب لك واسطه من البنك الاهلي عادل. ما تخافش ما تخافش. ليه انت بتقوم؟ الله يخليك. احنا كده بقى. تعالى يا ذوق. الله يخليك. اه انت اللي ذوق. الله يخليك يا ذوق. انت ابن حلال وتستاهل كل خير. يرضى عنك. حقيقي. اشهدوا يا عالم. شايفين يا ناس؟ شايفين الراجل ده؟ انا هوديك النيابة. ليه بس يا ذوق؟ ليه؟ عايز تشيني يا مجرم؟ اتفضل خد فلوسك اهي. اوعى تيجي هنا تاني. حاضر. ناس ما عندهاش ذمة. جات موافقة من ألمانيا إن أسافر أعمل دراسات. اه. حضرتك هتغيب كتير؟ ثلاث أشهر. طب والعيادة؟ وأنا؟ تستنون؟ ألو؟ أيوة أنا. مين؟ شاهيناز؟ دكتور فيك. أنا لسه تعبانة. أنا مش قلت مفيش نزول من السرير؟ ليه بقى نزول تحت؟ تحت فين يا بيه؟ انت عارف اني نزلت من السرير. ايه؟ وعارف ازاي ده؟ ايوه حاضر يا دكتور، هطلع على طول. انا مش قلت بلاش شرب؟ ايوه يا دكتور. ها ورميته وشاف الكاس كمان. اكيد الدكتور ده بيكشف علينا بالاقمار الصناعيه. انبطح. وارجوك توقفي البلو اللي عندك ده. عايز اعرف. حاضر هوقفه، مش هتسمع له حس تاني. حاضر يا دكتور، مع السلامة. بلو يا عيون. بلو، الدكتور فكري بيقول لي وقفي بلو مكانه وما تخلوش يتحرك لا كده ولا كده، وكمان مش عايز يسمع له حس خالص. هو
انا اتعديت منك ولا ايه؟ الظهر كده يا بلو. معلش ربنا معاك. ما تعملش في نفسك كده يا بلو. علشان خاطري ما تعملش كده. عن اذنكم يا جماعه. الدكتور زمانه جاي. انا اتعديت ازاي وامتى؟ انت لسه بتتكلم. اسكت يا بلو اسكت. ما تطلعش صوت خالص. ذنبك ايه انت بس يا مسكين؟ انا ضعت. ده اللي كنت خايف منه. انت مالكيش غير علاج واحد. ايه؟ هبعتهولي. انت ما بتقولش اي ليه؟ اي. ايه؟ اي. بس لخنافك. ربنا يجعل في ايدك الشفاء. ما تخلي. تعيش يا شفاء. مع السلامة اخويا. هو الواد فاهم اتأخر ليه؟ أحسن. كل انت بالهنا والشفاء. السلام عليكم. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده كله؟ ما تاكل. ما تاكل. انت متعشى بره ولا ايه؟ لا ابدا انا علي اخويا ما اتعشيتش. طب ما تاكل. تاكل. هو انت مخليلي حاجه عشان اكلها يا علي؟ امال ايه ده؟ لا مؤاخذه. صوبيا؟ ما طبيخ اهو. طبيخ. طبيخ ايه؟ طب والفرخه يا علي؟ الناس اللي متجوزين اللي زينا لازم يرموا نفسهم. فاهم؟ تقوم تاكل فرخه لوحدك يا علي؟ بكره تتجوز وتعرف. ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. منك الله يا علي اخويا. ايدك معانا يا فهمي. ايدك. ها تصبح على خير. يلا يا سيدي يلا بطل شغل الاخرام ده. مش كل يوم اجيب لك ستارة تخرمها. مش كده يعني بقى الله.